احتفى مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بالذكرى السنوية 18، حيث استقبل المركز على مدى السنوات الماضية مئات الشخصيات الفكرية والثقافية البارزة من مختلف دول العالم. وهذا العام قدم المركز ضمن النشاط الثقافي والمواسم الثقافية للسنة 18 على التوالي أمسية موسيقية لعازف البيانو العالمي الفنان الأردني زيد ديراني، قدم خلالها مقطوعات موسيقية من تأليفه بالإضافة إلى أغاني من التراث المصري. منذ 2002 منذ بداية المركز في هذا الموقع بالتحديد لم نكن نعلم أنه سيمتد ويصل إلى المنامة وتتفرع عنه كل هذه الفروع التي تخدم المواطن والمجتمع وتؤكد على أن الثقافة هي وسيلتنا الوحيدة للمقاومة، وأننا عبر وسائلها عبر هذه الندوات عبر ما يتحقق من فعل ثقافي من إصدارات من نشاط، كل ضيف يأتينا إلى هذا المركز يكون هو سفيرنا إلى العالم أجمع. أكثر من 550 ضيفا زارونا على مدى هذه السنوات، كبار الأسماء من العالم العربي من الغرب من كل موقع يقصدون هذا المكان ليكملوا الرسالة التي أسسها الشيخ إبراهيم حين فتح هذا المجلس، ليكون مقرا أو ناديا أو دورا تنويريا كان له التأثير الأكبر في بداية القرن الماضي. نواصل الرسالة ونكمل ما بدأه الأولون.